مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن القضية الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل الصحفي والفلسطيني مصعب قفيشة. أهلا بكم سيد مصعب. بداية، الجيش الصهيوني يهدم منزل أشرف نعال ومنفذ عملية مستوطنة بوركان، كيف ترى سياسة العقاب الجماعي التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين؟ بداية، يعني هذا السياسة ليست جديدة، والاحتلال يستخدمها منذ سنوات مع الشعب الفلسطيني، لكنها تتغير وتيرتها تارة أخرى بحسب الوضع الحالي الميداني في الضفة. حاليا نرى ونشهد تصاعد في زيادة العمليات، ونرى أيضا استخدام الاحتلال وأدواته في بطش الشعب الفلسطيني من أجل ثنيه عن المقاومة ومن أجل تنازل عن حقه الشرعي في مقاومة الاحتلال. نتنياهو قبل أيام صرح من أجل الانتقام للعمليات الفدائية التي تقوم بها أبطال الضفة، ومن أجل تهدئة شعبه ومن أجل تهدئة المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل الحديث عن انتخابات قريبة، وفي ظل فشله في التعامل مع غزة وأيضا استقالة ليبرمان. فيحاول الآن من أجل تهدئة شعبه والقيام بسياسات الانتقام من الشعب الفلسطيني بشكل أجمع، من خلال هدم المنازل ومن خلال التضييق على الفلسطينيين. يعني هناك بهذا الحديث هناك تشريعا لقانون يسمح من خلاله يسمح للاحتلال بإبعاد عائلات منفذي العمليات، عملية الطعن أو أي عملية تنفذ تجاه مستوطنين، إبعادهم من منازلهم في الضفة الغربية. ما تأثيرات هذا القرار على الوضع القائم الآن في فلسطين؟ نحن نتحدث أن الاحتلال هذه السياسة ليست سياسة جديدة. الاحتلال يقوم بهذه السياسات، إبعاد منفذي العمليات وهدم المنازل والتضييق على الفلسطينيين منذ فترة. إن كان ليس جديدا، لماذا إذن يحتاج إلى تشريع قانون؟ الآن يتم تشريعه بشكل قانوني لأمام مجتمع الإسرائيلي وأمام الشعب الإسرائيلي، بأننا نتخذ خطوات هامة وجادة من أجل الحد من تنفيذ العمليات ومن أجل منع المقاومة في الضفة. الآن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية فتحت على نفسها ثلاث جبهات دامية وخطيرة. كان يتوقع من الضفة أنها ستبقى ساكنة راكدة، لكنها فاجأت حيث قام بعملية التهدئة مع غزة، تهدئة مدفوعة الثمن و عملية درع الشمال، وظن بذلك بأنه سوف يجني وسوف يعيد لنفسه ولجيشه ولدولته شيئا من الهيبة التي فقدها على حدود غزة. لكن الضفة فجأت بشكل جدي، وهذه الخطوات التي يتخذها الآن هي فقط ذريعة وتهدئة للمجتمع الإسرائيلي. نحن نتحدث عن هذه السياسات مستخدمة من الشعب الفلسطيني منذ سنين. لم يقم أحد من المنفذين العمليات بتنفيذ عمليته إلا وهو يدري بأنه سيجني على ذلك من هدم منزله واعتقال أهله وتشريد ومنع التصاريح، لكن المقاومة تسري بدماء شباب الضفة. الآن نتحدث عن نقطة جوهرية قد تكون هي سبب ما يحدث الآن من انتهاكات. هذه الانتهاكات يرجعها البعض إلى الانقسام الفلسطيني. كيف ترى تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باستعداد الحركة للقاء محمود عباس في أي مكان؟ وهل تعتقد أنه يمكن أن يسفر هذا اللقاء عن أي شيء؟ نحن كشعب فلسطيني نتمنى من الله عز وجل أن تؤتي ثمار الوحدة والمصالحة. ودعوة السيد إسماعيل هنية في غزة قبل أيام بذكرى الانطلاقة هي دعوة مشكورة ومثمنة، لكن بصراحة أن هذه الجولات المكوكية التي يخوضها الطرفين قد فقد الأمل الشعب الفلسطيني بذلك. نحن الآن نتحدث يعني عن سنوات وسنوات من الانقسام، هذا الانقسام الذي تطرق إلى كل جزء وإلى كل كيلولة من المجتمع الفلسطيني. يعني على السادة وعلى أصحاب القرار والفصائل، وأن يعود تماما جيدا الحالة الخطيرة التي تمر بها قضية الشعب الفلسطيني الآن من صفقة القرن ومن سياسات خطيرة جدا في تفريغ الضفة وتهويل القدس ومصادرة الأراضي. آن الأوان بشكل حقيقي وجدي من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام وطي صفحاته خلف ظهورها. دعوة الرئيس هنية يعني ليست بجديدة، وحركة حماس قدمت في سبيل المصالحة الكثير، ونتحدث عن قبل أشهر قليلة عندما يعني هل يمكن أن نفهم من هذا الكلام أن المعرقل هو محمود عباس؟
بصراحة الطرفين هم يتحملون جزء من هذه الإعاقة الآن، لكن نرى فعليا نرى جدية حماس في تحقيق المصالح الآن، وقدموا غزة على طبق من ذهب وقالوا لهم تفضلوا ولكم لكم الوزارات ولكم، لكن تذرع حركة فتح العديد من الذرائع مثل التمكين وما إلى ذلك. نتمنى من الله عز وجل أن يكون قضية المصالحة قريبة وأن لا يكون يعني فقط مجرد أحاديث كما في السنوات، لكن الآن نحن نتحدث بشكل جدي في الضفة، نرى أن برنامج الرئيس محمود عباس فشل بشكل تام. بصراحة نتحدث برنامجه فشل، الاحتلال يستمر في عدوانه، مصادر الأراضي، هدم للبيوت. الآن نحن نتحدث عن اقتحام رام الله ووقوف قوات الاحتلال بجانب منزل الرئيس محمود عباس. نعم نرى بأن هناك مراعاة بين الضفة وغزة، لكن ماذا جرى حركة فتح وماذا جرى محمود عباس إلى الآن في برنامجه وبرنامج المفاوضات وبرنامج التحقيق السياسي وضحت الفكرة والدولة سيد على الصعيد الإقليمي؟ مصعب قفيشة الصحفي والفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من الخليج، شكرا جزيلا لك.